السلام عليكم. شو بيدي زاد كالعادة معكم، مرحبا بالناس لو يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بيدي زاد، قناة حافظ دراجي كانت عنده مداخلة ورد على الافتراء والكذب تاع سعدان، وين اتكلم وبغى يلطخ، هو يحوس يلطخ ناس، قالوا له لطخنا الناس وسخنا الناس. بصح هو انسان تلمو ذكاء، عنده ذكاء. ما نقولوش النملة ذكية، نقولوا الأرنب حيوانات كمام ويخمو، عنده ذكاء تاع ذئب على بالك. ربي دايره هو القوي كاع الوحوش، لكنه غبي جبان. بنادم عنده ذكاء تاع واحد جبان، هذه نقولها لكم، هذه حديث تاع علماء اللي تكلموا على الذئب، اللي هو عنده ذكاء، هو قوي على كاع الحيوانات لكن جبان. انت جبان، وين استعرف بحافظ الراجي؟ وين رد عليه؟ قال له ما ردش عليك، ما ردش عليك في، قال له غادي نرد، قال لك رد عليك في الوقت المناسب. كي يلم لك هو اعلامي ومحترف، وغادي يلم لك. لازم مين يعطيك المعلومات لازم تدخل في الجسم تاعك. احنا قبل ما نبداو في الموضوع تاعنا نترحموا على شهدائنا، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، وخليها تصدي هذه الاتحاديه اللي شلنا اليوم جمعيه عامه. الناس هضروا وقال لك ذاك سرار قال لك دخلنا في التاريخ، ودخلنا ودي شتوا ولا تاريخ، راك جيتوا فما كنتوما كاع مصالح، عندكم كاع مصالح، وهذو ربع مراكز الناس اصحاب مصلحه، برك عطاوهم الناس تاع اصحاب مصلحه وما غاديش يندارو. اقسم لكم بالله العلي العظيم ما غادي يندارو، هذه اللي نقولها لكم ونجيبها لكم، والله ما يندارو هذو لي سونتون، والله العظيم لا اوهام. والرؤساء اللي يردوا يديهم كاع شياته وكاع رخاص وانذال ومشي رجاله، والله ما رجاله، والله العظيم ما رجاله، ما كاش الراجل فيهم. اللي يردوا يديهم وافقوا عليه وما رفدوا يديهم هودوا ذاك الوتيل، والوتيل هذه غير قضيه برك والهاء وفاتت سنة، فاتت عامين بلي اوتيل اوتيل، وفانيك غادي مين يجي الجمعيه العامه الرسميه، فانيك غادي فانيك فانيك غادي الوتيل تردوا يديكم فانيك وتدخلوا يديكم في شكايركم وما تلزموش تدخلوا كاع يديكم. هذه اللي نقولها لكم انايا. حنا نعاودوا نولوا نتكلموا على حافظ الراجي، وين قصف قصف وكشف الجبان، نقولوا الجبان ما نقولوش اسمه، هذا شيخ الجبناء، شيخ الجبناء، وين بغى يلطخ، هو بغى يلطخ واحد ولا زوج، بصح صاب روحو دخل في صراعات وتهم لاعبين. انت بغيت، انت ايها الجبان، انت بغيت تدخل غير الحاج محمد راه وراه في القضيه، بغيت تلطخه، بصح نسيت شكون اللي لعب ومشي الحاج لعب. وكاينه شهاده تاع عمي حسين جناد قال لك باللي من نهار اللي كملت البارتيه مصر الجزائر، قال لك صدت الحاج، سي الحاج يبكي، مي قال له يا الحاج علاك تبكي؟ قال له وعدنا الشعب، قال له طمعنا وطمعنا الشعب، قال له طمعنا باش نروحوا في نار، قال له هذا كوبي كوجا ما عاد مين خرج لنا. وكاين سيد يوسف فوت اورو دي زاد، راه دار كاع جاب، هو مشكور اللي يخدموا مع ذو الخدمه ويخدم معانا وكلش، راه مشكور، دار كاع الصحافه في ذاك في 2010، الصحافه العالميه اشتهرت على كوبي كوجا، اشتهرت على المقابله باللي شكون اللي خسرها، خسرها المدرب. حنا هذه تما انت ناس دمروك باش تهدر، صابوك خاطش صابوك كالذئب الجبان، كالذئب الجبان. منافقين، ناس منافقين دمروك، قال لك وسخنا فلان، بصح انت تالمو ما تخممش، ما عندكش ذكاء. الحمار تلسله، الحمار والله ما يتلف الطريق، والله يا الحمار 3 كيلومتر ما يتلفش الطريق، على بالكم الحمار 3 عنده 10 كيلومتر ما يتلفش الطريق، الطريق اللي يروح معاه يعاود يولي معاه ما يتلف، بصح انت الطريق اللي تمشي معاها مي راك تبغي تولي ما تعرفهاش وينها. تجي اليوم
شوف شتا هدر حامد الدراجي، حنا ما نجموش نديرو لكم خاطش علام الحقوق الله غالب، بس تاع الحقوق هذه ما عندناش، ماشي ما عندناش، ما نجموش نديروها على هذيك. حنايا رانا نقولوا حامد الدراجي شا تكلم، حامد الدراجي كي تكلم تبدله على القضيه تاع 86 اللي هدرنا عليها، جبد له قضيه تاع 86، جبد له قضيه تاع 2004 مع كسموه مع واضح، جبد له 2010 شتاسرا في الفريق وين ما يسامحوكش اللعابه اللي انت طردتهم، انت طردتهم روح جبت 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 بالعيد بالعيد تاع تونس، هذاك تاع هذاك التونسي هذاك اللي جاي يلعب لهنا الجزائر ويلعب في لامسيا بالعيد، انت روح جبته وطرد زاوي، روح جبت هذاك اللي ما نجحش معاه وطرد زاوي، اللي زاوي هو اللي خرج البالون بوجهه في في في, في, في اوندرمان، انت يا انت 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 جبت بالعيد وطرد زاوي، زاوي خير منه في ذاك الوقت، زاوي كان خير منه، نهضروا على ذاك الوقت كومبارو بين زاوي وكومبارو، زاوي كان خير منه خاطش على بالعيد هذا ما نجحناش معاه، وتجي انت يا تجي بغيت تولي بغيت تركب فوق ظهور، انت بانت لك بغيت تركب فوق ظهر تعاود صرت روحك راكب على حمار، على واحد تاع حمار، خاطش علاه كي يسمع حامد الدراجي شتا جاب شتا هدر باللي قال لك انت ما هدرتش الحقيقه، قال لك الحق ما هدرتوش، هدرت الجناب كاسكروت، هدرت على كاسكروت، كاسكروت انت مدير فني تخلص 150 مليون غايده كاسكروت، غايده كاسكروت تاع 15 ولا تاع 20 ولا تاع كاع تاع 100000 غايده كاسكروت، ساندويتش تقصر على الشعب، الشعب قاعد يقارع لك باش تهدر، تهدرت لهم على كاسكروت، قلت لنا كاسكروت، هدر انت يا مي تقول بلي انا خبير، خبيرك عشت يا لا، تقول بلي انا بغيت نمد، بصح انت يا انتوما كيما قال لك حامد الدراجي تخدموا الفترة تاعكم برك، خدمتوا الفترة تاعكم، علاه نقول لك بلي خدمتوا الفترة تاعكم، تجي تجي كي تكون تخلص، تجي كي تكون تخلص تجي. اعطينا كتاب خلي كتاب باطل الناس تخدم موراك، وباي تروح تترين باي تروح تلعب باي تكذب لاس دياز قالوا لك اهدر في راو راو قول بلي 2010 مخدومه منا منا، نهار اللي بغاو يجيبوك مدير فني قلت لهم بلي كنا نشرو لي ماتش، وهذيك لا قال لك حامد الدراجي قال لك الحاج محمد راو راو كان الحاج محمد كان محصن الفريق الوطني الجزائري من الكولاسه في افريقيا، قال لك ما كناش نشرو، كانوا محصنين الجزائر من كولاسه، من كولاسه كان محصن الجزائر، لا قريب كاع ما تجيش الجراثيم ما يدخلوش، كان محصن ماشي كان يشري يا واد الغابي، مش ما كانش يشري يا غابي، بصح تاع 2010 تتهم في جيل كامل تاع ام درمان، لعابه تاع ام درمان تهمتهم باللي باعوا المقابله، قارع الرد العنيف منهم، قارع الرد هذه اللي غادي نقولها لك، قارع شتا راه جايك برك، هذه اللي غادي نقولها لك انا، قارع شتا راه جايك اليوم، حامد الدراجي قال لك غادي نلملك المعلومات، نلملك التاريخ تاعك، خاطر شويه هو اعلامي عنده الوسائل عنده كلش، غادي نلملك انا عطيتك غير شويه شويه، ما لا وجد روحك حامد الدراجي راه يوجد لك، حامد الدراجي اليوم البارح لو البارح والبارح راه غير يوجد لك، غادي يدير لك حصه تاع زوج سوايع، غادي نقول لك كلمه غادي يردك بعوضه صغيره، بعوضه غادي يردك ذاك ذوك الطفيليات اللي في وسط البحر ما يبانوش، الطفيليات هذوك اللي يبانوا بالمجهر غادي يردك كيما هاك ان شاء الله بربي، خاطش علاه ما بغيش تحشم، تهمت الجزائر زدت تهمت الجزائر، جيت بيت تتهم رئيس اتحاديه، عشيت تهم رئيس اتحاديه وتهم اللاعبين وتوسخ في الجزائر وتشكك في الانجازات تاع الجزائريين، خاطش على لو قادره الفيفا تتدخل، قادر الفيفا تتدخل، خاطش على ما عندكمش انت ما عندكم حتى اهميه بالرياضه، حنا بغيناك تهدر على التكوين هذو المدارس هذو اللي قلت لهم، انت بروك هدرت قلت باللي اوهام قلت اوهام، اما لا راه جاي الرد من عند الرجال، راه جاي الرد من عند الرجال، هذه اللي غادي نقولها لك انايا، خاطش علاه الاولى ما بغيتش تحشم، الزوجه ما بغيتش تحشم، الثالثه
قال لك الاولى احسن والزوجه بصل والثالثه غادي تحصل، هذه الثالثه راك مهود، راك مهود مفوندي، راك مفوندي انا اللي نقول لك هذه هي. وقارعوا المعلومات اللي عندنا، قارعوا الحافظ الدراجي ان شاء الله بربي كيفاش غادي يغسله، قارعوا الحافظ الدراجي ان شاء الله بربي كيفاش غادي يغسله، خاطر على حافظ الدراجي راه من نهار الاربعاء هو يلم له، خاطر عنده تاريخ تاع زبل بزاف، لملو كاع الزبل تاعو بيحطو قدامه ويبدا يهضر. قارعوا الحافظ الدراجي بث مباشر في المواقع التواصل من عند حافظ الدراجي اللي غادي يبهدلك